اوكي، فاللي احنا هناخده دلوقتي هو لحم مبلوس الفرايحي، وده بيتقال في المناسبات الفرايحي اللي هي في مثلا في الافراح، بتتقال في الاعياد، اي مناسبه فرايحي نقدر نقول فيها مبلوس الفرايحي. مبلوس الفرايحي اللي هناخده النهارده ده مبلوس فرايحي الكبير، في اللي هو الكبير اللي فيه حاجات في الاخر بتتزود. اوكي، فخلينا بس نراجع على مبلوس الفرايحي اللي احنا عارفينها، اللي هي بس الترديشنال وان، بعد كده نميك شور يعني كلنا عارفينها، بعد كده نموف اون ونكمل الجزء ايه اللي بيتزود على مبلوس الفرايحي. اوكي، هقول انا اقول وانت ترد عليا، ماشي؟ Oh.
هجيبها لك بقى بعضها كده. ماشي يلا 1 2 3. Oh.
نفس القفله او سي بص ازاي بقى
الجيوش الثانية. أنجيوس. يا بص مقطومة. مفيش إيه الهزات اللي بتتزود دي. بص إزاي. أنجيوس. إشيروس. بعد كده. أنجيوس أصانات. يعني كده اللحن خلص تمام؟ يا نجيب أجيوس إشيروس دي. يلا. 1 2 3. أجيوس إشيروس. أجيوس أصلا. تمام كده؟ أنت عرفت أصلا. نجيبها بقى إيه؟ نجيبها كلها على بعضها. ماشي يا شباب؟ يعني أول Two, three. Eleison imes.
قادر.